بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى أخي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. ضمنها جلالته خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخ نوري الأحمد الجابر المبارك الصباح، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم أسرة الصباح الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.